خليني يا فندم أبدأ مع حضرتك في إنشاء أو من إنشاء نفق شهيد أحمد حمدي اتنين، أهمية هذا النفق يا فندم؟ هو طبعا الشهيد احمد حمدي الشمالي ده طبعا استكمالا للمنظومه اللي هم السته، يعني كان في كل محافظه دلوقتي نفقين، في الاسماعيليه بورسعيد افتحهم شرفنا افتحهم السيد الرئيس كده، واحمد حمدي واحد كان موجود من الاول، وده احمد حمدي الشمالي وكده اكتملت المنظومه سته انفاق، اثنين في كل مدينه، في السويس اثنين وفي الاسماعيليه اثنين وبورسعيد اثنين. باكتمال النفق ده بقى عندنا دلوقتي 20 نقطه عبور للشرق وللغرب، من الشرق الغرب والغرب للشرق عكس بعض، اللي هم الست انفاق وثمان نقاط للمعديات وخمس كباري عائمه وكوبري السلام، واصبحت سينا دلوقتي بيحاولوا عليها بقت في قلب الوطن، ما بقتش عايزين نروح لسينا، لا بقت دلوقتي بقت داخل الوطن، وبنمر دلوقتي بنعدي نوصل لها في ست دقائق وسبع دقائق بالانفاق، بعد ما كانت الاول المعديات بس، وكانت الشحنات والقاطرات والعربيات بتقعد بالاسبوع والعشرة ايام عشان تعرف تعدي، وكان معاها بضائع يعني او اسمنت او اي حاجه من المعدات اللي هي تنتقل من الشارع. طبعا هنتطرق لاهميه بقى الموضوع، يعني دلوقتي بقى عندنا الانفاق دي شغاله 24 ساعه، دي اهميتها بقى، يعني برضه احنا بنتكلم على الكباري العايمه دي اشتغل لما يبقى المجرى الملاحي واقف ما فيش سفن فيه، فبتشتغل 8 ساعات او 9 ساعات في اليوم. المعديات برضه عليها محاذير، ما بتعديش في ساعه المراكب بتعدي، بتقعد تستنى لغايه المركب تعدي، تعدي بعد كده فبتتعطل شويه، لكن الانفاق طبعا ميزتها ان هي 24 ساعه شغاله، يعني انت ما بتطلبش بالمجرى الملاحي، وبالتالي انت في استدامه في حركه المرور عليها يعني. وعشان كده احنا يمكن انا عملت المقارنه امبارح يمكن عرضتها على سياده الرئيس، ان من خلال ست شهور السابقين يعني عدى 5 مليون 400 عربيه من الانفاق، وعدى من الكباري والمعديات مع بعض كلها مليون و300 عربيه. يعني اهميه الانفاق موجوده عند الناس، عارفين اهميتها، عارفين ان هي فعلا بتوصل بسرعه، امان كمان، بنتكلم على الامان بتاعها. النفق كله بتراقب بالكاميرات، النفق كله ذاتيا ضد الحرائق، ضد الحراره، كل انواع الامان موجوده فيه. طبعا في 20 اجهزه، 20 من الاجهزه بتاعت الاكس راي كشف على المهربات، ومتركب 24 ساعه طبعا من غرف التحكم الناحيه الشماليه. امبارح كان سياده الرئيس فيها في غرفتين، واحده في الشرق واحده في الغرب، يعني النفق فعلا النفق كلها طبعا كده، مش النفق ده بس، يعني النفق كلها السته كده. فطبعا اهميته طبعا كبيره جدا للمستثمر، واهميته جدا للمواطن اللي عايز ينتقل يعيش في الاسماعيليه الجديده او السويس الجديده ان شاء الله لما تخلص، للمستثمر اللي بيبني مصانع وعايز ينقل حاجات وعايز يصدر بضاعه وعايز يجيب وعايز يشتغل وعايز ليه شغل في الشرق، لازم يكون في اتصال. هنا بقى الموضوع بقى سهل ويسير يعني جدا.